بتوفيق من الله تعالى وفقنا إلى زيارة هذه المحافظة المهمة. متزامنة هذه الزيارة مع ذكرى دخول شهيد المحراب إلى البصرة قبل 21 عام، وطرح رؤيته إلى عراق المستقبل، العراق الجديد، ونحن عازمون على أن نسير على هذا على هذه الرؤية في عراق مستقل مقتدر وحياة كريمة لكل العراقيين وثقافة أصيلة عراقية. فجاءت الزيارة متزامنة مع هذه الذكرى السنوية والعزيزة على الشعب العراقي. يضاف إلى ذلك أن البصرة بما تمتلك من امتيازات حباها الله تعالى في هذا الموقع على حدود 3 دول: ميناء، نفط، و الطريق إلى القصير إلى أوروبا، ولشعبها الذي وجدنا فيه من المبدعين والمتميزين ابتداء تاريخ طويل، لكن في الوقت يعني المعاصر من السياب إلى الحاج أبو مهدي، وامتازت بكثرة الشهداء مما يدل على أنه شعب سكان هذه المدينة بأصولهم عشائرهم واعين متابعين وحريصين وأصحاب إرادة. في البداية نشكر الأخ السيد المحافظ على استقباله وحفاوته، وكان اللقاء الأول في مجلس محافظة البصرة. ندخل البيوت من أبوابها، فدخلنا البصرة من باب أصحاب الشأن والقرار فيها وهو مجلس المحافظة. والنقطة المهمة التي طرحت، نقطتين أو 3 مهمة طرحت في هذا الاجتماع لقاء المطول، هو موضوع اختصاصات مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية، وبعد تجربة لا نقل عنها أنها ناجحة، وبالتالي لابد أن هناك من رؤية جديدة تحفظ لا مركزية المحافظة لكن ببوصلة النجاح وعدم الانشغال بالتنافسات الحزبية المؤثرة على مسار نمو وتطور المحافظات. يجب أن تحفظ صلاحيات مجالس المحافظات، لكن هنا المحافظة هي جزء من بلد، جزء من دولة، فلا بد أن تؤخذ أيضا هذه الرؤية وهذا والمسار العام للحكومة الاتحادية أو للدولة. الموضوع الثاني وهو مهم، ومع الأسف بعض محافظاتنا ابتلت به، اللي هو موضوع الانسجام ما بين المحافظ وما بين مجلس المحافظة، بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا بد أن تكون هناك رؤية مشتركة. وهذا الانسجام يبدأ من الانسجام ما بين أعضاء مجلس المحافظة ضمن خطة وبرنامج واضح، والتزام الأخ المحافظ بتنفيذ هذه الرؤية التي اشترك في وساهم في تقديمها. والنقطة الأخرى هو الانسجام ما بين مجلس المحافظة أو ما بين المحافظ والحكومة الاتحادية. أي تنافس، أي منافرة، أي لا سمح الله عدم انسجام، أثبت الواقع أنه أول وتالي لابد أن تحفظ هيبة الدولة ككل ويحفظ المسار العام لهذه الدولة. وهناك تجارب أراد أن يتجاوز الوضع العام فانتهت في العودة إلى التفاهم والتعاون. كانت لنا زيارات كثيرة بحدود أكثر من 25 محطة ولقاء مع شيوخ عشائر في مناطقهم، ويشكرون على محبتهم، احتفائهم، استقبالهم، وكذلك إلى جامعة البصرة وإلى معمل الأسمدة، مصنع الأسمدة، وإلى بيوت بعض بيوت الشهداء الذين هم أصحاب الفضل علينا جميعا، وبالتالي لابد من الإيفاء بحقهم وتكريمهم. في ضمن مجمل هذه الزيارات واللقاء طبعا في الدواوين، وفي مجمل هذه الزيارات، البصرة مهمة ليست فقط لأهل البصرة، البصرة مهمة لعراق المستقبل، في اقتصاده هي مهمة، في أمنه هي مهمة،
وباعتبارها درة العراق، كنز العراق، جوهرة الخليج، ونأمل أن تكون أيضا قبلة العالم. وبوجود طريق التنمية وكذلك السكة الحديد الأخرى التي ستكون، أعتقد ستكون هناك حركة واسعة كبيرة في هذه المحافظة، وبالتالي علينا جميعا أن نساهم في التعجيل أو الإسراع في توفير كل ما يمكن من إيجاد مقدمات النجاح، لأن نجاح البصرة في اقتصادها وأمنها وانسجامها واستقرارها هو قاعدة الانسجام واستقرار وتطور العراق ككل. النقطة المهمة في اللي سمعناها كثيرا عند الأخوة الأعزاء من أهالي البصرة هو موضوع البطالة، وخاصة البطالة لشباب البصرة مع مثل هذه الامتيازات الموجودة في نفطها ومينائها وحدودها وموقعها الاستراتيجي إلى أوروبا، نجد أن هناك بطالة كثيرة، وبالتالي طلبنا من مجلس المحافظة أن يقدم رؤية في هذا الموضوع. نحن من جانبنا سنسعى أيضا، ولعل هناك إشكال يكرر دائما هو وجود الأيدي العاملة الأجنبية والتي تعددت النسبة المسموحة في الأعمال في الشركات النفطية وغيرها، وهنا يجب أن نقف وقفة جادة ونساهم في تطوير قابليات ومهارات شبابنا من أجل أن يكون الاستفادة من هذه المهارات في الشركات المختلفة الموجودة فعلا والقادمة في هذا الموضوع. يشكر السيد المحافظ استجاب لنا في موضوع تسمية شارع باسم الشهيد أبو تحسين الصالحي اللي هو شارع كازينو لبنان، كما يشكر في استجابته للأخوة العائلة المنكوبة في أطفالها في توفير بعض الخدمات لتلك المنطقة. في زيارتنا إلى أقصى شمال البصرة والتقينا بالعشائر الموجودة هناك، وكان مطلبهم هو أن تكون هناك ناحية جديدة، تنشأ ناحية جديدة في منطقة نهر العز لإيجاد كل الخدمات المطلوبة من شرطة، يعني مركز شرطة ومدارس ومراكز صحية وما شابه، من أجل حل مشاكلهم، ولهم الحق باعتبارهم كانوا من العشائر المجاهدة والتي ساهمت في ضعضعة النظام السابق، وبالتالي جزاء الإحسان إلا الإحسان. في الجامعة وجدنا شيء عجيب ويجب أن يذكر، وهي كلية الزهراء الطبية. كلية الزهراء الطبية أن أكثر الذين يدرسون فيها وهم عناوين علمية محترمة مجاناً وبدون أجور، وإنما حرصاً على البصرة وعلى شبابها. والسبب في ذلك هو أنه وزارة المالية لم تدرج أسماء الأساتذة، يعني الصحة وافقت بنقلهم للأساتذة الأطباء أصحاب الشهادات أن ينتقلوا إلى التعليم، لكن مشكلة في وزارة المالية. سوف نسعى إن شاء الله مع السيدة وزيرة المالية في أن تحل هذه المشكلة بعد 7 سنوات، يعني تخرج طلاب عندكم بتبرع جميل من الأساتذة الأطباء بدون أجور في تدريسهم. وهنا نؤكد على أن البصرة إن شاء الله تبقى على ميزتها في إبداعاتها وفي كرمها وفي إيثارها وفي هذه الأخلاق العالية التي تميزت عن الباقين، سواء كانت في الخدمة الموجودة أو في رعايتها لزوار الإمام الحسين. النقطة المهمة أن البصرة أو كل العراق لا ينهض إلا بكل أبنائه، وأما ترك الأمر إلى الحكومات الاتحادية أو المحلية ويبقى شعبنا النخب عشائرنا النخب العلمية النخب الشبابية متفرجين منتظرين، هذا يعرقل عملية النمو. الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مشروع أبشر يا عراق نعتقد أنه بدايته ستكون في البصرة، وموقعه المهم هو أن البصرة تأخذ كامل دورها في عملية بناء عراق مستقر وعراق مقتدر وعراق متميز إن شاء الله. نشكركم على هذا. مشكلة طرحت أيضا في موضوع الكوت في أكثر من محافظة، في الديوانية أيضا، في موضوع
صلاحيات الحكومة الاتحادية في ثلاث مجالات اللي هي الآن موضع النزاع، اللي هو الصحة والتربية، ويفترض أيضا موضوع الداخلية، وكذلك قد تكون موضوع الاستثمار. والدستور واضح في إعطاء الصلاحيات الواسعة، لكن التجربة الماضية واللي كان على أثرها خروج التظاهرات وحل مجالس المحافظات يستدعي أن نوجد نظرة أو رؤية دستورية لكن فيها نوع من العلاج لمثل هذه المشاكل. الصحة هي صحة عامة لكل العراق، لا يمكن أن تكون صحة جيدة وهنا صحة ضعيفة، وكذلك الأمن. ويفترض إن شاء الله في هناك اجتماع لهيئة التنسيقية ما بين المحافظات كما وعد الأخ رئيس الوزراء أن يبحث هذا الموضوع، وإن شاء الله توضع هذه الرؤية. بشكل عام الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وتؤخذ بجدار عندما تكون الأداء ناجح، أما لا سامح الله إذا كان أداء فاشلا لا أعتقد أن هناك لا يشجع على إعطاء هذه الحقوق. وكما أشرتم الوقت بعد فيه، الآن الأهم هو أن ننجح، أن تنجح مجالس المحافظات في دورتها الجديدة ولا تعيد لنا التجربة السابقة، هو هذا الامتحان الأساسي والمهم، وإلا بعد فترة سيكون الشعب أيضا له رأي أن هذه مشروع صح تقولون هو لصالح الناس باعتبار المسؤول سيكون قريب، الشعب هو يختار المسؤول المحلي، لكن إذا كانت لا سمح الله النتيجة كالنتائج السابقة تنافسات وصراعات وابتزازات وما شابه، والشعب يرى أن هناك إمكانيات مادية طيبة لكن لا يجد شيء على الأرض، الحمد لله شعبنا بعد 20 سنة أصبح يمتلك إرادته وشجاعته ويلقي رأيه. المهم الآن أن تنجح مجالس المحافظات ولا تعيد التجربة السابقة. ما يمر به العراق في هذه الفترة يعتبر أفضل فترة من الاستقرار السياسي خلال 20 سنة الماضية. لا هناك تحديات خارجية ولا تنافسات سياسية حادة، وآثار الاستقرار بادية على الجميع، وهناك رضا طيب ونظرة للمستقبل إيجابية. فنمر بمرحلة ما بعد 20 سنة من التحديات الخارجية والداخلية، وبالتالي هذه فرصة يجب أن نساهم جميعا في الاستفادة واستثمارها. غياب الأخ رئيس مجلس النواب صحيح أثر، لكن والأخ رئيس الوزراء حريص على أنه لا يعني لا يمرر قوانين مهمة كالموازنة مثلا وتعديل وزاري أو قوانين أخرى مهمة إلا بوجود رئيس مجلس النواب المفترض أن يكون من المكون السني. هل أثر كثيرا؟ لم يؤثر كثيرا، لكن استفادت الصحافة في شغلة جديدة تحدثت بها طويلا عريضا، من يكون وسيكون ولماذا يكون وهكذا. نحن عازمون في الإطار على حسم هذا الموضوع من أجل التوجه بشكل كامل خلال هذه السنة إلى المشاريع وإكمال المشاريع وإنجاح مجالس المحافظات. يفترض يوم غد أن نجتمع في مكتبنا للإطار أن يحسم موضوع رئيس مجلس النواب بأي شكل كان، لأنه طال الموضوع وأصبح الإطار متهم، والإطار لا يريد مثل هذه القضية أن تكون معيقة أو نقطة إشغال الناس في موضوع قابل للحل وليس هو قضية يعني في تلك المسألة من التعقيد. لو هذا الأخ لو هذا الأخ ما حتى يعني دائرة محدودة واثنين ما هي يعني ما حتى تغير الألوان والأوثار، ولا بد أن يسير ضمن هذا المسار في إدارة تأتي من داخل العراق وليس من خارجها، وأنه طريقة الفرض أو طريقة الاستعلاء من أي طرف كان لن توصل إلى نتيجة. بروز الأخ نشيرفان وصاحب علاقة قديمة مع الأخوة كل الأخوة الموجودين في العملية السياسية مع احترامنا العزيز الأخ مسرور، وزراء حريص على أنه لا تبقى مشاكل سياسية معيقة لمثلاتهم، والمهم أن نذهب إلى كما هي اسمها حكومة الخدمات والإنجازات إن شاء الله. إيجابية باعتبار أن وجود مثل هذه الهيئة والتي طبعا هي تتدخل بقرار من الحكومة العراقية أثبتت أنه يعني تشكر على عملها على متابعتها وجودها، لكن بعد 20 سنة تعتبر نقطة ضعف،
للمشروع العراقي وللقوى السياسية وإلى الدولة العراقية لا تستطيع أن تحل مشاكلها وتحتاج إلى رعاية خارجية، وبعد 20 سنة من هذا النظام انتهاء هذه الهيئة هي نقطة إيجابية. نشكر الأخ رئيس الوزراء، هو قرار إطاري، نشكر الأخ رئيس الوزراء للقرار يعني الدولة ككل، ويشكرون على وجودهم معنا، وإن شاء الله يكون العراق دور في حل مشاكل الدول الأخرى ولا يحتاج إلى هذا الجانب. المجلس الأعلى مع يتطور مع الواقع مع بقاء على أصوله، قد تكون هناك إخفاقة هنا نجاح نستفيد منها، والمهم هو أن شعبنا يكون هو المراقب وأن يكون هو الفاعل. مشروع يبتني على أحزاب لن يطول كثيرا، وإنما مشروع يبتني على شعب وعلى أمة. في العراق إذا أردنا مستقبل أبشر زاهر يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول، المؤمنون بعضهم أولياء وبعض، هذا هو الفكرة التي نسعى إليها. وبالتالي طرحنا مشروع إقامة مؤتمرات في المحافظات يشترك فيها شيوخ العشائر، أساتذة الجامعة، النخب الفنية العلمية، الشباب، لوضع رؤية للمحافظة، رؤية عامة أكبر من مجلس المحافظة، أكبر مجموع الأحزاب الموجودة اللي قد تكون لها رؤية خاصة، ما هي رؤية أهل المنطقة بشكل عام، ثم نقيم مؤتمر عام في البلد من أجل أن يشعر الجميع أنهم مسؤولون، ولا يقول والله الأحزاب هو بياناتهم احنا نتفرج نجحه وفشله، نجاح والفشل ونجاح هذا البلد ومستقبل هذا البلد، نحن بهذه الرؤية نسير إن شاء الله. شكرا جزيلا.